السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعونا عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج المسابقات، برنامج هدف نطل عليكم يوميا طوال أيام الشهر الفضيل. نحييكم ونحيي كل المشتركين المتواجدين معنا في استوديو البرنامج. نذكركم للمشاركة معنا بالاستوديو، كل ما عليكم تعملوه أنكم تدخلوا على موقعنا الخاص بالبرنامج hedef.tv.om وتعبوا الاستمارة الخاصة بالمشاركة، أو أنكم ترسلون لنا رسالة نصية قصيرة بكلمة استوديو إذا كنتوا حابين تكونوا معنا داخل الاستوديو، أو بكلمة هدف إذا حابين تشاركوا معنا عبر الهاتف. وكل اللي يتواصلوا معنا عن طريق الرسالة النصية القصيرة راح تكون عندهم فرصة للمشاركة بسحوباتنا اليومية. فأهلا ومرحبا بكم جميعا وبالتوفيق لكل المشتركين. أذكركم أن مسابقتنا ولعبتنا ومباراتنا راح تكون مباراة رياضية 100% وكل قوانين كرة القدم راح تنطبق عليها، ولكن أسئلتنا أسئلة منوعة، فبإمكان الجميع المشاركة في برنامجنا والاستفادة من كل المعلومات المقدمة معنا بشكل يومي. راح نبدأ معاكم ونتعرف على المشتركين معنا في حلقتنا لليوم. نبدأ مع الفريق الأزرق والمشترك الأول منتصر الحبسي، طالب هندسة بالمملكة المتحدة. يا هلا مرحبا فيك معنا المنتصر. المشترك الثاني وكابتن الفريق الأزرق يوسف المعولي، موظف في وزارة السياحة دائرة الشؤون المالية. يا هلا مرحبا فيك يوسف وموفقين إن شاء الله. المشترك الثالث والأخير معنا في الفريق الأزرق هو سالم الزهري، موظف بديوان البلاط السلطاني. يا هلا مرحبا فيك، موفقين إن شاء الله. مستعدين اليوم لمقابلة الفريق الأحمر؟ إن شاء الله. تعرفتوا عليهم قبل الحلقة؟ يلا رح نتعرف عليهم أكثر مع المشاهدين ونبدأ مع الفريق الأحمر والمشترك الأول. زكي الفليتي، إدارة أعمال الحرة. يا هلا ومرحبا. أنور بوسعيدي، موظف شركة الغاز العمانية. يا هلا وسهلا فيك. ونتعرف على المشترك الثالث والأخير في الفريق الأحمر. طارق المقبالي، موظف بالبحرية السلطانية العمانية. مستعدين لمقابلة الفريق الأزرق؟ إن شاء الله. تعرفتوا عليهم أكثر خلال قبل الحلقة أثناء التحضيرات؟ نعم. حاسين راح تفوزوا عليهم ولا هم بيفوزوا عليكم؟ لا والله بنأدي اللي علينا. يلا، الملعب هو اللي راح يكون الحكم والميدان يا حميدان. راح اطلب من كابتن الفريق الازرق كابتن يوسف انه يتفضل معنا لمنتصف الملعب، وايضا كابتن الفريق الاحمر الكابتن انور انه يتفضل معنا لمنتصف الملعب لاجراء القرعه. طبعا القرعه يوميا هي اللي راح تحدد الهجمه الاولى راح تكون في ملعب من؟ مين حب يختار؟ يوسف ولا انور؟ عندك. يلا عند يوسف. بنختار الخنجر ان شاء الله. خنجر. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا القرعه. خمسين. اذا الهجمه الاولى راح تكون مع الفريق الاحمر. تفضلوا لمواقعكم وانا راح انتقل لموقعي وبالتوفيق للفريقين. إذن الهجمة الأولى حسب القرعة راح تكون مع الفريق الأحمر، إن شاء الله تكونوا مستعدين للمباراة. بشكل سريع قبل ما نبدأ راح أذكر مشاهدينا الكرام بقوانين لعبتنا. مثل ما أنتم شايفين عندنا هنا ملعب افتراضي، تتوسط الملعب كرة قدم افتراضية. المطلوب من كل فريق أنه يوصل لمنطقة الجزاء الخاصة بالفريق الآخر. كيف راح يوصل لمنطقة الجزاء؟ عن طريق الإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة. إذا جاوبوا خلال 5 ثواني راح يتحركوا 3 مربعات، إذا جاوبوا خلال 10 ثواني راح يتحركوا مربعين، أما إذا جاوبوا خلال 15 ثانية فراح يتحركوا مربع واحد فقط. القرار راجع لهم، يحبوا يتحركوا للأمام لليمين أو لليسار حسب الخطة اللي يرسمها كل فريق. كل مربع يخبي أمر، إحنا ما نعرف إيش هو الأمر، فكل ما توقف الكرة عند أي مربع راح نشوف إيش الحكم اللي راح يصدر على الفريق. من بعد ما نوصل لمنطقة الجزاء راح ننتقل كلنا ويا بعض إلى القسم الآخر من اللعبة اللي هو تسديد ضربة الجزاء. طبعا تسديد الضربة ما راح يكون عندنا هنا في الاستوديو الافتراضي، إنما راح نكون في ملعب حقيقي وواقعي مع لاعبين كرة قدم حقيقيين وواقعيين ومحترفين متواجدين هم حاليا على الهواء مباشرة في استاد الشرطة بالوطية. نوجه لهم كل التحية. راح يمثل الفريق الأزرق الهداف أحمد خميس وحارس المرمى محمد الذيب، أما الفريق الأحمر فراح يمثلهم الهداف سيف الحبسي وحارس المرمى هيثم حارب. فكل التحية والتقدير لهم، وكل التحية والتقدير والشكر لشرطة عمان السلطانية على تعاونها معنا في برنامج هدف.
بكذا نكون ذكرنا لكم اهم قوانين لعبتنا. في قوانين اخرى راح تتعرفوا عليها ان شاء الله تباعا من خلال متابعتكم للعبه. مستعدين نبدا المباراه؟ على بركه الله نبدا وصافره البدايه. مثل ما ذكرنا الهجمة الأولى راح تكون مع الفريق الأزرق ونشوف سؤالهم الأول. الأحمر. عفوا الأحمر، نشوف سؤالهم الأول. ما الدولتان اللتان جرت فيهما مباريات كأس العالم لكرة القدم 2002؟ هل هم الهند وباكستان، الصين وهونغ كونغ، كوريا الجنوبية واليابان؟ كوريا الجنوبية واليابان، نشوف الإجابة صح وخطأ. الإجابة صحيحة وراح تتقدموا مربعين بما أنكم جاوبتوا في الخمس ثواني الثانية المخصصة للإجابة. كيف تحبوا تتحركوا؟ أمام سيدة للأمام. للأمام خطوة إلى الأمام. نشوف الأمر اللي تم تسليمه للكرة. تقدم خانة واحدة. جميل، نتقدم خانة واحدة وصلنا أقرب إلى منطقة الجزاء الخاصة بالفريق الأزرق. ونشوف سؤالكم التالي. في أي عام تم إشهار الجمعية العمانية للفنون التشكيلية؟ عام 1993، 1983 أو 73؟ 1993. نشوف صح وخطأ. إجابتكم صحيحة ورح نتحرك مربعين للأمام. إلى الأمام ووصلنا إلى منطقة الجزاء ويحق لكم الحين تسديد ضربة جزاء في مرمى المنتخب أو الفريق الأزرق. ننتقل الآن بشكل مباشر لاستاد الشرطة بالوطية. لاعب الفريق الأحمر راح يواجه حارس مرمى الفريق الأزرق. كل التوفيق للهداف سيف الحبسي وحارس المرمى محمد الذيب في تسديد ضربة الجزاء الأولى في حلقتنا لليوم. نشوف الرمية، يا ترى راح يقدر يصدها الحارس ولا لا؟ نشوف وجول! أول هدف يتم تسديده في حلقتنا لليوم وما شاء الله كان هدف سريع جدا. راح نشوف الحين إعادة الهدف. مبروك مبروك للفريق الأحمر، سددتوا أول ضربة جزاء كانت من نصيبكم وراح يزيد في رصيدكم 300 ريال وتزيد نحسب لكم هدف واحد. طبعا راح يكون عندكم فرص أخرى لتسديد ضربات جزاء أخرى، تردوا لهم ضربة الجزاء لازم. طيب إن شاء الله. أنا حاسة إنه يوسف رياضي، تحب كرة القدم؟ طيب احنا راح نرجع لكم والهجمه الثانيه. بس اذكركم ان الحين الفريق الاحمر صار رصيده 500 ريال وعنده هدف واحد، اما الفريق الازرق الى الان اهدافه صفر ورصيده صفر. يا ترى هل راح يقدر الفريق الازرق انه يغير هذه النتيجه من خلال الهجمه القادمه؟ نشوف هجمه الفريق الازرق. المنتصر تلعب كرة قدم ولا لا؟ هي ألعب. وتتابع ولا بس تلعب؟ أكيد مع كأس العالم الحين أكيد وقتنا كله كأس العالم. كلكم مين تشجعوا في كأس العالم حاليا؟ أنا أشجع اللي يفوز. اللي يفوز، يعني مالك في كرة القدم، مو متحيز لحد. والمنتصر؟ منتخب برازيلي. البرازيل، أيوة. وكيف أموركم لحد الحين؟ والله الحمد لله. هم شوية كانوا يعني نوعا ما مع تشيلي يعني كان الأمور صعبة. كان أدائهم مش المتوقع في بداية المونديال. أيوة بس بعدك صامد معاهم. أكيد أنا حولت عنهم. هذه سمات البطل. نعم؟ سمات البطل هذه. يلا حلو نشوف، يعني الظاهر أنه يعني يحاول أنه يخدع الفرق الثانية. شكلك. طيب وسالم من تشجع؟ فرنسا. منتخب من؟ فرنسا. من؟ فرنسا. فرنسا يعني عندنا فرنسي وعندنا برازيلي وعندنا عماني. عماني 100%. نقول لكم مبروك اليوم تأهلتوا فرنسا. الله يبارك فيك. مبروك وان شاء الله كذا تواصلوا المشوار واليوم تتأهلوا وتصلوا معنا للنهائي وتقدروا تفوزوا بالجائزة الكبرى معنا. نشوف السؤال الأول في الهجمة الأولى للفريق الأزرق. لأي مدرسة فنية يصنف الشاعر أحمد شوقي؟ المدرسة الرمزية، الرومانسية أو الكلاسيكية؟ رومانسية. نشوف
أفا عفوا؟ قلت الرومانسية. قلت الرومانسية؟ وأنت إيش قلت؟ وأنا إيش قلت لكم بداية الحلقة؟ أذكركم إن يعني يا من كلكم تتفقوا على شخص واحد يجاوب أو اللي يجاوب يجاوب كذا بثقة، وأذكركم أيضاً إنه في توقيت لازم تركزوا عليه. إذا جاوبتوا خلال 5 ثواني الأولى تتقدموا 3 مربعات، إذا جاوبتوا في 5 ثواني الثانية تتقدموا مربعين، إذا جاوبتوا في 5 ثواني الأخيرة تتقدموا مربع واحد فقط. عموما الإجابة كانت خاطئة، تنتقل الهجمة وتتحول إلى هجمة مرتدة للفريق الأحمر. إلى الآن النتيجة 1-0 لصالح الفريق الأحمر، ونشوف هجمتهم الثانية وسؤالهم الأول. ما نوع الوزن في رياضة الملاكمة الذي يتراوح بين 49 إلى 51 كيلوغرام؟ الذبابة. الذبابة، نشوف. الإجابة فعلا صحيحة، وتتحركوا 3 مربعات. كيف حابين تحركوا الكرة؟ أمام. إلى الأمام. إلى الأمام. نشوف ايش مخبي لكم المربع. انتقل خانتين الى اليسار، طبعا راح تكون الانتقال على يسار الكره. اذكركم انكم راح تحتاجوا خطوه واحده على الاقل على اساس تكونوا امام المرمى وتقدروا انكم تدخلوا لمنطقه الجزاء. انتم من تشجعوا في المونديال؟ والله الارجنتين. ارجنتيني؟ هولندا. هولندا؟ هولندا. هولندا ما شاء الله متفقين على هولندا. كيف أداكم لحد الحين؟ أنا من لما بديت البرنامج ما عندي خبر ايش صاير في المونديال. هولندا مسكتة بالصراحة. أها. فازوا آخر 4 دقائق. زين. فالأمور طيبة، مبسوطين يعني من أدائهم؟ لازم مبسوطين. يلا حلو. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، واليوم الخطة اللي قاعدين تلعبوا عليها شكلها ماشية معاكم تمام، لأنه رصيدكم صار 650 وعندكم إلى الآن هدف واحد، وعندكم تحتاجوا 3 خطوات للوصول لمنطقة الجزاء الخاصة بالفريق الأزرق. نشوف السؤال التالي. ما النتيجة التي فازت بها الجزائر على كوريا الجنوبية في الدور الأول من مونديال 2014؟ 4-2. نشوف. 4-2، إجابتكم صحيحة، وعندكم 3 خطوات. كيف حابين تمشوا؟ خطوة يمين وإلى المرمى. خطوة يمين وخطوتها إلى الأمام. أيوه. ووصلنا لمنطقة الجزاء. فريق الأزرق يعني لازم تشدوا حيلكم شوية. هذه ثاني هجمة، وثاني هجمة قدروا يوصلوا مباشرة لمنطقة الجزاء الخاصة فيكم. راح أطلب من هداف الفريق الأحمر أنه يقابل للمرة الثانية حارس مرمى الفريق الأزرق. في الهجمة الأولى قدر أنه يسدد ضربة الجزاء، يا ترى هل راح يتوفق هذه المرة أيضا بتسديد ضربة الجزاء، ولا راح يقدر حارس مرمى الفريق الأزرق أنه يدافع عن شباكه ويعود المنتخب أو الفريق الأحمر كذا خايب بدون ضربة جزاء إضافية؟ نشوف. وهذه تصفيقة للمنتخب الأزرق، فعلا قدر الحارس أنه يصد الكرة وراحت عليكم ضربة الجزاء يا الأحمر. ما عليه ما عليه، عندكم فرص ثانية، عندكم فرص ثانية. أحييكم على حارسكم، ما شاء الله هالمرة ما خذلكم وقدر أنه يصد الكرة. نواصل، والحين راح تنتقل الهجمة إلى الفريق الأزرق. بالتوفيق للفريقين، والنتيجة ما زالت مثل ما هي. أذكر الفريقين أنه ما راح يخسر ينقص من رصيدهم أي شيء في حال أنه تراجعت الكرة أو أنه ما قدر حارسهم أنه يسدد، أو بالأحرى لاعبهم أنه يسدد ضربة الجزاء. الشيء الوحيد اللي راح يخسروه أنه ما راح ينضاف 300 ريال إلى رصيدهم. ننتقل الآن لهجمة الفريق الأزرق. الكرة راح ترجع لنقطة البداية اللي هي منتصف الملعب، وراح نبدأ مع المشتركين في الفريق الأزرق. وسؤالهم الأول يقول: ماذا كان اسم زوج الملكة زينوبيا ملكة تدمر العربية؟ زهراء، أذنا، أو أغسطس؟ أذينا. الوقت؟ أذينا. أذينا.
الإجابة فعلا صحيحة ورح تتحركوا خطوة واحدة، أتوقع رح تتحركوا للأمام. أكيد. ما عندكم مجال ثاني. أكيد. فعلا تتحرك الكرة خطوة واحدة للأمام ونشوف إيش مخبي لكم هالمربع. تقدم خانة واحدة. الحمد. جميل. بدأ الحظ يبتسم لكم أكثر. يستاهلوا ما شاء الله، حلوة الروح الرياضية من الفريق الأحمر، يقولوا يستاهلوا. نكمل ونشوف الحين السؤال الثاني للفريق الأزرق. في أي عام أنشئ مجمع عبري الرياضي؟ 2007، 2001 أو 1999؟ 2007. 2007 نشوف صح وخطأ. يا ترى صح وخطأ؟ للأسف خطأ، والهجمة لم تكتمل. الإجابة الصحيحة عام 1999. ما عليه، إن شاء الله راح تكون عندكم فرص أخرى للتسديد، بس أنا ملاحظة أنكم تتأخروا شوية في الإجابات. والفريق الأحمر ما شاء الله عليهم، حتى ما ألحق أقرأ الاختيارات اللي هم مجاوبين. فإيش السر عندكم؟ أنا يبدي الوقت من مجرد أنك تبدي تقرأ السؤال. مفروض هو بعد ما تخلص السؤال يبدي الوقت. لا ترى إحنا أصلا لهاي الاختيارات حاطينها مساعدة. فهو مطلوب منكم تجاوبوا أصلا بدون اختيارات، بس من عندنا نحن كريمين وتستاهلوا. فريق الأزرق أعطيكم نصيحة أنه لا تنتظروني أخلص قراءة الاختيارات كلها، لأن الاختيارات إحنا حاطينها كمساعدة منا لكم. الوقت يبدأ مجرد ما أنتهي من قراءة السؤال، فحاولوا تجاوبوا بشكل أسرع. تمام؟ إذا راح نعطيكم كذا فترة راحة ما بين الأشواط، احنا عندنا وايد أشواط مو بس شوطين في المباراة. ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم ونستكمل مباراتنا لليوم في برنامج هدف. هذا عالمك عمان، عالمك عمان تل. ماما وبابا فهمونا يا جماعة الخير، ايش المشكلة؟ المشكلة انتوا اللي ماخذين الحياة باستهتار ولا مبالاة. اكيد خلي عينك على وحدة. لا بصراحة ايوه خير يا ولدي خير. ايش صاير؟ ايش مستوي؟ وابوك ليش شلوا الشرطة؟ لا يكون هذا سرق ولا قاتل حد. اكيد 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 قتل حد فيكم. بابا وين رايح يا عيال؟ صراحة انت حالتك صارت صعبة ولازم تتعالج. اتعالج من مو؟ من مرض النسيان. اقول اشتو صحيح اني انا متزوج؟ يا شمس بالله لا تغيبي، لا يطيف المدن هل رجل عاشق، خليني ارتكب وليفي. يا المطر سج الصدر وصك الباب بوجه العشق. ما صرت هالعمرك، هذا دم كبير. وللحين الكل سان السيف والألغارة. الحرب بدأت بقصة عشق وانتهت بقصة العود والمزر.
مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم 24 لعام 1435 للهجرة 2014 للميلاد. يسر مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم الإعلان عن فتح باب الاشتراك في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم 24. مستويات المسابقة: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا مع التجويد، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا مع التجويد، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا مع التجويد، المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية مع التجويد، ويشترط أن يكون من مواليد عام 1999 فما فوق. المستوى السادس حفظ جزئين متتاليين مع التجويد، ويشترط أن يكون من مواليد عام 2006 فما فوق. شروط المسابقة: أولاً أن يكون المتقدم عماني الجنسية، ثانياً التزام المشارك بالمستوى المحدد، وإن سبق له الاشتراك وأخذ جائزة فعليه أن يختار المستوى الأعلى. للتسجيل يرجى تعبئة الاستمارة الإلكترونية www.sqcic.gov.om. آخر موعد لتقديم الطلبات يوم السبت 12 من شهر شوال 1435 للهجرة، الموافق 9 من أغسطس لعام 2014 للميلاد. مشاهدينا الكرام، ونواصل مباراتنا لليلة ما بين الفريق الأزرق والفريق الأحمر. النتيجة إلى الآن 1-0 لصالح الفريق الأحمر، ورصيدهم متقدمين ب 800 ريال مقابل 50 ريال للفريق الأزرق. ما زلنا في بداية المباراة، وللحين عندنا وقت طويل أن تتعدل نتيجة المباراة، ممكن نطلع بتعادل أو ممكن نطلع بواحد من الفرق فايز بمباراة الليلة. الحين راح نبدأ بفقرة الاتصالات. أذكركم أن كل اللي حاب يشارك معنا في البرنامج من داخل الاستوديو يرسل لنا كلمة استوديو، أما اللي حاب يشارك عن طريق الهاتف يرسل لنا كلمة هدف، واللي حاب أنه يتابع معنا حلقاتنا بشكل اليوم يمكن يتابعها عن طريق الصفحة الخاصة بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أمان تي في جنرال على اليوتيوب، أو ممكن تتابعونا عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج هدف www.hadaf.tv.om، وأيضا ممكن تغردوا معنا عن طريق الهاشتاج الخاص ببرنامجنا أمان تي في هدف. واللي حاب أن يتابع صور أكثر للبرنامج وخصوصا من كواليس برنامج هدف ممكن يتابع صفحتنا الخاصة بالبرنامج عن طريق الإنستغرام على أمان تي في هدف. هذا كل طبعا احنا نحاول نتواصل معكم عن طريق كل وسائل التواصل الاجتماعي، فأتمنى تواصلكم الإيجابي وانتقاداتكم البناءة دائما مرحب بها. فيا أهلا ومرحبا فيكم، ونبدأ الآن معكم مع فقرة الاتصالات. أول اتصال معنا، السلام عليكم. مرحبا سالم. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا، شخبارك سالم؟ الحمد لله كل عام وانت بخير، مبارك عليك الشهر. الله يبارك فيك، انت بصحة وسلامة. تابع المونديال يا سالم ولا لا؟ والله هي شيء مباريات نشوفها وشيء ما نشوفها، يعني ما كثير مهتم في موضوع المونديال. ما طيب كثير. ومتابع حلقات برنامجنا، تابعتنا أمس واليوم؟
أكيد. إيش رأيك بهدافيننا ولاعبيننا؟ والله كورهم كلها في الزاوية شوفها. كيف؟ كورهم كلها في القائم. ما أسمع إيش ما سمعتك؟ كورهم كلها في القائم في القائم. كل الكور في العارضة؟ لا اليوم إن شاء الله كل الكور في الشبكة. يلا عسى إن شاء الله. يلا عسى إن شاء الله. نروح معك الحين للملعب. حاب تختار لا هداف الفريق الأزرق أو هداف الفريق الأحمر؟ أروح مع سيف الحبسي إن شاء الله الفريق الأحمر. يلا هداف الفريق الأحمر سيف الحبسي ونشوف تسديدته. راح أطلب من حارس مرمى الفريق الأزرق أنه يتوجه لموقعه لحماية شباكه. طبعا أذكر المشاهدين الكرام بتفاصيل المشاركة عن طريق الهاتف. كل المطلوب من المتصل أنه يختار لنا أحد اللاعبين اللي حاب أنه يسجل له ضربة جزاء. في حال أنه قدر اللاعب يسجل ضربة جزاء راح يفوز المتصل ب 250 ريال، أما إذا ما قدر يسجلها فما راح يفوز معنا المتصل بشيء. نشوف ضربة الجزاء يا ترى راح تدخل ولا لا. سيف الحبسي كل الأنظار اللي متوجهة عليه، ويا ترى محمد الذيب راح يقدر يصد الكرة ولا لا. نشوف. ومبروك عليك يا سالم، 250 ريال قدر سيف الحبسي أنه يسجل لك ضربة جزاء ويفوزك 250 ريال. مبروك، ألف مبروك يا سالم. مشكور أختي سهال، مشكور. حياك الله، مشكور. خليك دائما متابعنا في برنامج هدف، وإن شاء الله دائما الربح أكيد معنا في البرنامج. ننتقل الآن لاتصال آخر والسلام عليكم. مرحبا سيف. مرحبتين. يا هلا وسهلا، أخبارك؟ حياكم الله. مبارك عليك لله. الشهر. علينا وعليكم أجمعين. يا هلا وسهلا فيك. سيف متابع لبرنامجنا من أمس ولا؟ أي نعم. إيش رأيك في فكرة البرنامج؟ والله فكرة حلوة وجديدة يعني. يلا حلو، إن شاء الله دائما كذا تلفزيون سلطنة عمان يكون دائما متواصل معكم بالأفكار الجديدة اللي ترضي كل المشاهدين الكرام. ننتقل معك الحين للملعب، ولكن خبرنا من راح تختار، أي هداف؟ عندنا سيف الحبسي الأحمر في الفريق الأحمر أو أحمد خميس هداف الأزرق؟ سيف؟ الفريق الأحمر. تختار السمي ها؟ أي نعم. يلا سيف اختار سيف قوتنا. ونشوف الحين ضربة الجزاء يا ترى هل راح يتم تسديدها أو راح يتم صدها من قبل حارس مرمى الفريق الأزرق. محمد الذيب حارس مرمى الفريق الأزرق يستعد بكل قوة لصد تسديدة سيف الحبسي. يا ترى هل فعلا راح يقدر يصد الكرة ولا لا؟ بنشوف. وجول آخر وضربة جزاء أخرى يسددها سيف الحبسي في شباك الفريق الأزرق. ألف مبروك يا سيف، مبروك عليك 250 ريال وهذه إعادة الهدف. الله يبارك فيك. شكرا لك يا سيف على المشاركة ومبروك عليك 250 ريال. أتوقع أن اليوم سيف الحبسي ما شاء الله كروته مرتفعة، الكل يطالب بسيف الحبسي. نشوف الاتصال القادم. السلام عليكم. مرحبا وليد. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا مرحبا فيك، مبارك عليك شهر وليد. علينا وعليكم إن شاء الله. يا هلا وسهلا فيك وليد. متابع المونديال ولا لا؟ لا والله مالي في الكورة. يعني أنت بس تشجع المنتخب العماني ولا هم تشجعه؟ لا لا اللي أشجع خلاص تشجع. أكيد نحن دائما يعني نبض واحد. أكيد. تنتقل معك الحين للملعب، مين تختار؟ سيف الحبسي ولا أحمد خميس؟ سيف الحبسي. لا لا سيف الحبسي. سيف الحبسي. أقول لكم سيف الحبسي صار يعني كذا وايد مطلوب. لا لا ما شاء الله ما عليك كلام. نشوف الحين سيف الحبسي، نطلب منه مرة ثانية التوجه لنقطة الجزاء. أيوة يلا قوم قوم قوم، هو كان قاعد مرتاح. إذن يسدد ضربة جزاء أخرى في شباك محمد الذيب. يا ترى هل راح يقدر إنه يسجل جول أو راح يصد؟ محمد الذيب حارس مرمى الفريق الأزرق هذه التسديدة. ثواني وراح نعرف النتيجة، وللأسف ما قدر يصدها. ومبروك عليك 250 ريال. الله يبارك فيك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. هذه إعادة الهدف.
مبروك عليك 250 ريال وشكرا على المشاركة وعلى المتابعة. مع السلامة. ناخذ اتصال آخر. فاطمة. السلام عليكم. أخيرا كذا صوت ناعم صوت جميل نسمعه في حلقة اليوم من الهدف. كيف الحال؟ أخبارك فاطمة؟ الحمد لله تمام. تابع المونديال ولا لا؟ متابعة. أها حلو. كل الشباب قالوا ما متابعين وأنت بنية وقلتي متابعة. ما شاء الله البنات يعني صارين تتابعوا أخبار الرياضة أكثر ولا إيش رأيك؟ لا؟ طيب يعني فاطمة من تختاري سيف الحبسي ولا تختاري أحمد خميس؟ فريق الأحمر. فريق الأحمر. يلا نشوف ننتقل مع بعض لاستاد الشرطة بالوطية ونشوف تسديدة أخرى لسيف الحبسي. أتوقع محمد الذيب حارس مرمى الفريق الأزرق لازم يبدأ يشد حيله. نشوف الحين التسديدة يا ترى يسجلها ولا يمسكها الحارس. وهدف. ألف 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 مبروك يا فاطمة ومبروك عليك 250 ريال. شكرا لك يا فاطمة على المشاركة. ما قلت لي تشجع من في المونديال؟ راحت فاطمة. شكرا فاطمة على تواصلك معنا ومبروك عليك 250 ريال. بعد ناخذ اخر اتصال معنا اليوم. مرحبا عمار. مساء الخير عمار. اهلا وسهلا. اهلا عمار ايش اخبارك؟ الحمد لله. هالصوت ما غريب علي. عمار الصحفي الصغير؟ ايه نعم. بس الحين صوت صحفي كبير ما شاء الله. اسلام انتهى. شكرا. حياك الله عمار معنا في برنامج هدف وان شاء الله تكون دائما متابع للبرنامج بما انك يعني دائما كذا تغطي البرامج الرياضيه ويعني لك في الرياضه من صغر سنك ومن نعومه اظافرك. خبرنا شو رايك في برنامجنا؟ حقيقه برنامج مميز واوجه تحيه لكم وانا ارسلت 30 رساله عشان ادخل. كم الهو. كم رساله؟ 30 رساله. 30 رساله ان شاء الله اليوم بنعوضك عن كل هالرسائل اللي رسلتها ان شاء الله. يلا مين تختار؟ سيف الحبسي اهلكوه كثير اختار فريق الازرق. احمد ان شاء الله بيسجل. تختار الفريق الازرق؟ نعم. هداف الفريق الازرق. يلا من باب التغيير يعني مع ان كل المتصلين اختاروا سيف الحبسي ولكن عمار قرر انه يضع ثقته في هداف الفريق الازرق اللي طبعا احنا كلنا ثقه انه راح يكون قادر على تسديد ضربه الجزاء ويفوز معنا عمار ب 250 ريال. راح نشوف احمد خميس والتسديده اللي راح يوجهها في مرمى حارس الفريق الاحمر هيثم حارب. وهدف. والف الف الف مبروك وتسلم تسديدة احمد خميس اللي فوزت عمار 250 ريال. الف مبروك عليك يا عمار 250 ريال مقدمة من برنامج هدف. شكرا لك على المشاركة. الف شكر والف مبروك. وعمار كان اخر متصل معانا اليوم في فقرة الاتصالات والحين لابد ان نرجع لمباراتنا في الملعب الافتراضي ما بين الفريق الازرق والفريق الاحمر. الى الان النتيجة 1-0 لصالح الفريق الاحمر ورصيدهم 800 ريال مقابل 50 ريال للفريق الازرق. الهجمة الاخيرة كانت مع من؟ معاكم؟ يعني للحين كيف؟ الحين راح ننتقل لهجمة جديدة للفريق الأزرق. فريق الأحمر. أحمر. أنتوا جاوبتوا خطأ. أيوة. أنا يعني أنا حصلنا ربع ساعة من الهجمة نسيت. نواصل الحين وهجمة جديدة للفريق الأحمر. نبدأ والسؤال الأول. بماذا يسمى العلم الذي يدرس العلم عفوا الذي يدرس تفاعل الأدوية وتركيباتها مع نقول لك صيدلة
أسرع مني في قراءة الأسئلة. إجابتكم صحيحة وتتحركوا ثلاث مربعات. كيف حابين تتحركوا؟ كالعادة إلى الأمام. إلى الأمام سر ويزيد في رصيدكم 150 ريال، صار رصيدكم 950. ونشوف إيش مخبي لكم المربع. تراجع خانة واحدة. ما عليه ما عليه، إن شاء الله معوضة. أنتوا إلى الآن متقدمين من كل النواحي، سواء في الأهداف أو في الرصيد. تراجعكم خانة واحدة، ما راح ننقص من رصيدكم، تحافظوا على نفس الرصيد. ونشوف السؤال التالي. كم دورة من دورات المونديال شارك فيها دييغو مارادونا؟ 6 5 أو 4؟ 4. 4 دورات. نشوف صح وخطأ. والإجابة فعلا صحيحة، ونتقدم ثلاث خطوات أتوقع يعني على طول لمنطقة الجزاء. ومبروك وصولكم لمنطقة الجزاء للمرة الثالثة. أول مرة سجلتوا هدف، المرة الثانية ضاعت منكم ضربة الجزاء، المرة الثالثة راح نشوف إيش راح يصير معكم، هل راح تسددوا ولا لا. ما شاء الله عليه سيف الحبس، الحين قبل شوي دخل أربع ضربات جزاء ورا بعض وقدر إنه يحققهم. يا ترى هل راح يسدد ضربة جزاء أخرى أو راح يقدر محمد الذيب إنه يصد هذه الرمية؟ نشوف التسديدة. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا سيف الحبسي، وهدف آخر يضاف للفريق الأحمر، ومبروك عليكم 300 ريال تضاف إلى رصيدكم، ألف مبروك. يا سلام، هدف جميل جدا. هذه إعادة الهدف، حتى الكاميرا اهتزت بكبرها. نواصل الحين، صار عدد أهداف الفريق الأحمر هدفين مقابل صفر من الأهداف للفريق الأزرق. رصيدهم 1400 ريال مقابل 50 ريال للفريق الأزرق. أحب أطمنكم أن عندكم فرصة أنكم تعوضوا هذه الخسائر، وتقدروا أنكم توصلوا لرصيد أكبر وعدد أهداف أكثر. ننتقل الآن وهجمة جديدة للفريق الأزرق. السؤال الأول للفريق الأزرق يقول: ما اسم عاصمة المكسيك؟ مكسيكو سيتي. يا سلام، نشوف صح وغلط. وإجابتكم فعلا صحيحة، وبما أنكم جاوبتوا في الخمس ثواني الأولى تتقدموا ثلاث خطوات إلى الأمام. ثلاث خطوات إلى الأمام، ونشوف إيش مخبيكم هالمربع. انتقل خانتين إلى اليمين، يمين الكرة. أذكركم تحتاجوا خطوة واحدة على الأقل عشان ترجعوا لي أمام المرمى. نواصل ونشوف السؤال التالي. ما اسم أكبر حصون ولاية محضة وأقدمها؟ بيت المقحم، بيت الند، أو البيت الكبير؟ بيت المقدم. المقدم. أنا كأني سمعت إجابتين هناك، صح؟ كأني سمعت إجابتين، كل واحد قال إجابة والثنتين كانوا غلط عموماً. بس حاولوا أنكم تعتمدوا إجابة واحدة فقط. نواصل، ولكن الحين تنتقل الهجمة إلى الفريق الأحمر. الكرة راح تظل في موقعها، ونسألهم السؤال الأول ونشوف إيش راح يصير معاهم. كم عدد اللاعبين في الفريق الواحد لكرة السلة؟ 9 7 أو 5؟ 5. 5 لاعبين. الإجابة صحيحة، وتتحركوا ثلاث خطوات. كيف حابين تحركوا الكرة؟ يمين. لا، أمام. الأمام. إلى الأمام. ثلاث خطوات إلى الأمام. ليش بتمينا؟ نتحرك ثلاث خطوات إلى الأمام. أذكركم أنكم لازم تحركوا الكرة على الأقل خطوة واحدة إلى اليمين. نواصل من بعد ما نشوف إيش مخبي لكم المربع. تراجع خانتين. في تراجع، ولكن الرصيد يظل مثل ما هو. ونشوف السؤال التالي. ما أول
شعب اكتشف مادة البارود، الفينيقيون، الصينيون أو السومريون؟ الصينيون. الصينيون. إجابتكم صحيحة، ونتقدم خانتين. كيف حابين تحركوا الكرة؟ نحرك خطوة يمين خطوتين قدام. خطوة يمين وخطوة أمام. خطوة يمين وخطوة للأمام. نشوف إيش مخبى في المربع. تقدم خانة واحدة. نتقدم خانة واحدة إلى الأمام ونواصل مع سؤال آخر. كم مرة خسرت هولندا المباراة النهائية في تاريخ كأس العالم لكرة القدم حتى 2010؟ مرة واحدة. معكم أنور هولندي، يعني المفروض يكون عارف الإجابة. نشوف صح وخطأ. خطأ. شكلك ما متابع كل أخبار وتاريخ منتخب هولندا. 2010 قديم. ما عليه، تنتقل الهجمة الآن. الكرة راح تظل في مكانها وتنتقل الهجمة للفريق الأزرق. إلى الآن الفريق الأزرق ما قدر إنه يوصل لمنطقة الجزاء الخاصة بالفريق الأحمر خلال مباراة اليوم. الفريق الأحمر قدر إنه يوصل لمنطقة الجزاء 3 مرات وسجل هدفين. يا ترى هل راح يقدر الفريق الأزرق الحين إنه يوصل لمنطقة الجزاء ويسجل هدف؟ راح نشوف من بعد هذه الأسئلة. نشوف هالسؤال. ما هي المادة الأساسية المكونة للصابون؟ الملح، الزيت أو القطران؟ الزيت. الزيت. وانتوا صح وعندكم 3 خطوات. كيف حابين تحركوا الكرة؟ للأمام. إلى الأمام. 3 خطوات إلى الأمام. نشوف إيش الأمر اللي مخبي المربع. تقدم إلى منطقة الجزاء. يا سلام، أخيرا أخيرا قدر الفريق الأزرق إنه يوصل لمنطقة الجزاء الخاصة بالفريق الأحمر. ونطلب الحين من هداف الفريق الأزرق أحمد خميس أنه يقابل حارس مرمى الفريق الأحمر هيثم حارب لتسديد ضربة الجزاء. نشوف يا ترى هل راح يقدر يسدد الكرة ولا لا. أنا يعني أشوف يعني كذا ملامح الفرحة على الفريق الأزرق. إن شاء الله يعني كذا ظلوا مبسوطين تقدروا تسجلوا هدف إن شاء الله. كيف؟ قدم الضيف ان شاء الله. يعني شوفوا كيف الفريق الاحمر روحهم رياضيه. صحيح. يساعدوكم ويدعوا لكم ومعاكم. احييكم صراحه. رمضان. نشوف الحين التسديده. خلينا نركز على التسديده. ان شاء الله يسجل هدف. ويا سلام، والهدف الاول يدخل في شباك الفريق الاحمر. الف 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 مبروك للفريق الازرق. أول هدف يسجل لهم في مباراة الليلة، و300 ريال تضاف إلى رصيدهم الكلي في مباراة اليوم. ألف مبروك. والحين تنتقل الهجمة للفريق الأحمر. السؤال الأول للفريق الأحمر يقول: كم كانت نتيجة أول تعادل جرى بين منتخبي نيجيريا وإيران في مونديال 2014؟ 0-0. نشوف صح ولا خطأ. الإجابة صحيحة. نتقدم 3 خانات. كيف حابين تحركوا الكرة؟ الأمام. 3 خطوات إلى الأمام. نشوف الحكم اللي يخبيها المربع. انتقل خانة إلى اليمين. رح نستمر مع هجمة الفريق الأحمر ولكن من بعد هذا الفاصل. هذا عالمك عمان. عالمك عمان تل.
مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم 24 لعام 1435 للهجرة 2014 للميلاد. يسر مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم الإعلان عن فتح باب الاشتراك في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم 24. مستويات المسابقة: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا مع التجويد، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا مع التجويد، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا مع التجويد، المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية مع التجويد، ويشترط أن يكون من مواليد عام 1999 فما فوق. المستوى السادس حفظ جزئين متتاليين مع التجويد، ويشترط أن يكون من مواليد عام 2006 فما فوق. شروط المسابقة: أولاً أن يكون المتقدم عماني الجنسية، ثانياً التزام المشارك بالمستوى المحدد، وإن سبق له الاشتراك وأخذ جائزة فعليه أن يختار المستوى الأعلى. للتسجيل يرجى تعبئة الاستمارة الإلكترونية www.sqcic.gov.om. آخر موعد لتقديم الطلبات يوم السبت 12 من شهر شوال 1435 للهجرة، الموافق 9 من أغسطس لعام 2014 للميلاد. أنا ما ولدك، ولدك عبيد اللي زوجته قبل غيره. أنا عندي الحل، إيش رأيك نزوج خصيف لبدور؟ أنا أبا النار. أخبرني أسرق بيت حميد. الخزنة اللي في بيت حميد لو وزعت على الحارة أطلعهم من حالة الفقر وانت ولهم. أنا اللي برد عليك. بسميها سمرة عيدة. لكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج هدف. المباراة إلى الآن نتيجتها 2-1 لصالح الفريق الأحمر الذي يتقدم أيضا برصيد 1800 ريال مقابل 650 ريال للفريق الأزرق. يا ترى هل راح يقدر الفريق الأزرق أنه يتعادل مع الفريق الأحمر عشان الكل يرد البيت وهو ربحان، أو راح يقدروا أنهم يحافظوا على تقدمهم الفريق الأحمر؟
الأحمر ويفوزوا على الفريق الأزرق في نهاية مباراة الليلة. رح نعرف إن شاء الله النتيجة من بعد ما تنتهي حلقتنا لليوم. الحين رح نتوقف مع سحب الرسالة النصية القصيرة. طبعا أذكركم إن كل اللي حاب يشارك معنا في البرنامج يرسل لنا رسالة نصية قصيرة سواء بكلمة استوديو للمشاركة معنا داخل استوديو البرنامج أو كلمة هدف للمشاركة معنا عن طريق الهاتف. كل هالرسائل راح يتم فرزها من خلال سحب يومي، كل رقم راح يفوز معنا ب 200 ريال. كل يوم عندنا سحب على 3 أرقام، فبالتوفيق لكل من تواصل معنا عن طريق الرسالة النصية القصيرة. ونبدأ الحين بالسحب. نشوف الرقم الأول اللي فاز معنا في سحب اليوم، صاحب الرقم 951-03640. مبروك عليك 200 ريال مقدمة من برنامج هدف. نواصل وراح يكون عندنا رقمين آخرين راح يفوزوا معنا إن شاء الله في سحب الليلة. نشوف الرقم الثاني. الرقم الثاني 920-13370. 920-13370. صاحب هالرقم نقول لك ألف مبروك، فزت معنا ب 200 ريال من خلال تواصلك معنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة. آخر رقم راح يفوز معنا إن شاء الله اليوم في سحب الرسالة النصية القصيرة هو صاحب الرقم 955-96-788. نقول لك ألف مبروك، فزت معنا ب 200 ريال. أذكركم أن أيضا كل اللي حاب أنه يفوز معنا في هذا السحب يرسل لنا فقط رسالة نصية قصيرة سواء استوديو أو هدف، وإن شاء الله راح تكون له فرصة سواء بالمشاركة أو بالفوز معنا في سحوباتنا. وبكذا تكون انتهت فقرة السحب لهذه الليلة. راح ننتقل الحين ونرجع لمباراتنا. أذكركم بالنتيجة، النتيجة 2-1 لصالح الفريق الأحمر، ورصيدهم 1800 ريال مقابل 650 ريال للفريق الأزرق. الهجمة ما زالت مع الفريق الأحمر، راح نواصل الهجمة وبالتوفيق. نشوف السؤال. في أي عام افتتح في السلطنة مكتب صندوق الأمم المتحدة للإسكان لدول الخليج العربية؟ 2002، 2001 أو 2000؟ 2001. 2001. ما شاء الله الإجابة فعلا صحيحة وتتقدموا خطوة واحدة. كيف حابين تحركوا الكرة؟ أكيد إلى الأمام. خطوة واحدة إلى الأمام ونشوف إيش الحكم اللي مخبيها المربع. توقف عن اللعب. افا ايش يعني؟ ما يخصني كمبيوتر كذا. تنتقل الهجمة الآن منكم إلى الفريق الأزرق. الفريق الأزرق حاليا يبحث عن التعادل، الفرق ما بينه وما بين الفريق الأحمر هدف واحد فقط، يا ترى هل راح يقدروا يحققوا التعادل أو لا؟ راح نشوف من بعد هذه الهجمة. الكرة ما زالت في موقعها ونشوف السؤال الأول للفريق الأزرق. نادي تأسس عام 2002 بعد دمج ناديي أدم ومنح، نادي السلام، نادي الاتفاق أو البشائر؟ البشائر. البشائر. الإجابة صحيحة وعندكم خطوتين. كيف حابين تحركوا الكرة؟ للأمام طبعا. خطوتين إلى الأمام. نشوف المربع إيش مخبي لكم. انتقل خانة إلى اليمين. الحمد لله. يمين. حلو. ما زلتوا يعني في منطقة الأمان. الحمد لله. نواصل ونشوف السؤال التالي. ما الدولة التي يوجد بها كهف الغار الأزرق الذي يصدر منه ضوء بلون الياقوت حين تسطع عليه الشمس؟ أفغانستان، تركيا أو إيطاليا؟ تركيا. تركيا؟ أيوه. الإجابة الصحيحة إيطاليا. للأسف إجابتكم خاطئة وتنتقل الهجمة منكم إلى الفريق الأحمر.
الكرة في موقعها والنتيجة 2-1 لصالح الأحمر وهجمة جديدة للأحمر. ونشوف سؤالهم الأول، متى تحتفل السلطنة ودول العالم في كل عام باليوم العالمي للأراضي الرطبة؟ 2 مارس، 2 فبراير أو 2 يناير؟ 2 مارس. الإجابة خاطئة، الإجابة الصحيحة 2 فبراير. نواصل ولين حين في وقت ممكن الفريق الأزرق أنه يعوض النتيجة ويتعادل في نهاية المباراة. تنتقل الآن الهجمة للفريق الأزرق. نشوف السؤال، ما الاسم المختصر الذي يعرف به الاتحاد الدولي للنقل الجوي؟ باتا، ملاتا أو أياتا؟ باتا. نشوف الإجابة صح أو خطأ، هي أياتا. للأسف إجابة خاطئة، وكثرت الهجمات المرتدة كذا على نهاية المباراة. ترى باقي عندنا فقط كم دقيقة، راح نشوف الحين الهجمة التالية مع الفريق الأحمر. نشوف السؤال، لأي دولة ينتمي اللاعب كلينت ديمبسي الذي سجل أسرع هدف في الدور الأول من مونديال 2014؟ أمريكا. أمريكا. نشوف. جزاء. الإجابة صحيحة. تتحرك الحين. خطوتين لما. خطوتين. ثلاث خطوات. عشر ثواني. خطوتين ولا ثلاث خطوات؟ ثلاث خطوات. يعني وصلنا لمنطقة الجزاء. راح نشوف الحين سيف الحبسي هداف الفريق الأحمر يقابل حارس مرمى الأزرق محمد الذيب، يا ترى راح يقدر يسجل الهدف الثالث لفريقه أو لا؟ محمد الذيب يستعد لاستقبال ضربة الجزاء وصدها وحماية شباكه، ولكن للأسف قدر أن يسجل هدف، ومبروك للفريق الأحمر، هدف ثالث يضاف لرصيد أهدافه و300 ريال تضاف لرصيده الكلي. ألف مبروك عليكم، ونواصل معاكم. وخلونا نروح الحين لهجمة أخرى، ولكن بعد ما نشوف إعادة هذه الضربة، ضربة الجزاء الأخيرة اللي سددها سيف الحبسي في مرمى الفريق الأزرق. الحين راح ننتقل لهجمة أخرى مع الفريق الأزرق. ترجع الكرة لنقطة المنتصف، كابتن الفريق الأزرق يوسف. نعم. شو شعوركم الحين وإحنا يعني باقي دقائق قليلة على نهاية المباراة؟ والله بنحاول التعويض إن شاء الله. أنا راح أحاول أكون سريعة معاكم في الأسئلة عشان نقدر نجاوب على أكبر عدد من الأسئلة. لحد الحين النتيجة 3-1، يعني عندكم لازم تسجلوا هدفين. عاد ما أعرف تقدروا تتعادلوا ولا صعب؟ إن شاء الله بنحاول. أنت شو تقول؟ والله منتصر علينا وباق على الله. يلا ان شاء الله خير، بالتوفيق. ونشوف سؤالكم الاول في هذه الهجمه. نادن بمحافظه البريمي حصل على لقب درع دولي عمان. نهضة. اجابتكم صحيحه، وتتقدموا ثلاث خطوات الى الامام ان شاء الله. ثلاث خطوات الى الامام، ونشوف الحين المربع ايش مخبي لكم. دفاع. نطلب من احد اعضاء الفريق الاحمر انه يدافع عن مرماهم. تفضل. بالتالي في هذه الحاله راح تحتاجوا ايوه بالضبط هذا المربع صحيح. راح تحتاجوا انكم تتعدوا اللاعب عشان تقدروا توصلوا للمنطقه، منطقه الجزاء، يعني تحتاجوا ثلاث خطوات. تمام. نشوف سؤالكم التالي، ممثلة أدت دور البطولة في فيلمي قناع زورو وأسطورة زورو مع أنطونيو بانديراس، من هي؟ كاثرين هيبرن، كاثرين زيتا جونز أو كاثرين هايجر؟ كاثرين زيتا.
الإجابة صحيحة وعندكم خطوتين إلى الأمام. كيف حبيت تحرك الكرة؟ خطوتين؟ عندكم خطوتين؟ خطوة لليسار وخطوة للأمام. خطوة لليسار وخطوة إلى الأمام. أيوة. لازم نتعدى الدفاع طبعاً. نشوف إيش مخبي المربع. أتوقع نقول للدفاع شكراً. تقدم ثلاث خانات، بكذا نكون وصلنا لمنطقة الجزاء. الحين على وعسى تقدروا انكم تسجلوا هدف. يلا عسى. الى الان الفريق الازرق ما قدر انه يعرض شباك الفريق الاحمر للخطر الا مره واحده فقط، وقدر فعلا يسجل ضربه الجزاء. الحين الهداف احمد خميس هداف الفريق الازرق راح يقابل حارس مرمى الفريق الاحمر هيثم حارب، على امل انهم يقدروا يقللوا الفارق ما بينهم وما بين الفريق الاحمر. نشوف التسديده. وجول! الف 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 مبروك، هدف اخر يضاف للفريق الازرق. والحلو في الموضوع ان الفريق الاحمر قاعدين يصفقون لهم ومبسوطين لهم. عجبتني الروح الرياضيه الموجوده في لاعبينا لهذه الليله، وهذه اعاده لضربه الجزاء اللي سددها هداف الفريق الازرق الهداف احمد خميس. مبروك عليكم، هدف ثاني اضيف لاهدافكم، ولكن الفريق الاحمر ما زال متقدم عليكم بهدف. رصيد الفريق الازرق صار 1300 ريال، ورصيد الفريق الاحمر صار 2300 ريال. بكذا نكون وصلنا لنهاية المباراة. إذن مثل ما ملاحظين النتيجة هي لصالح الفريق الأحمر، قدر أنه يسجل ثلاث أهداف مقابل هدفين فقط للفريق الأزرق. بالتالي نقول لهم ألف مبروك، مبروك عليكم 2300 ريال. ولكن الفريق الأزرق ما رح يطلع وهو يعني خالي اليدين. كم رصيدهم النهائي؟ أنا طالع عندي 100 ريال، هو 100 ريال؟ مش 100 ريال. النتيجة النتيجة راح تكون حسبتها، راح نخصم منكم الهدفين، قيمة الهدفين اللي هم 600 ريال. في الحين النتيجة النهائية ورصيدكم النهائي اللي راح تغادروا فيه هو 700 ريال. ألف مبروك عليكم 700 ريال، ومبروك للفريق الأحمر 2300 ريال. وشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا. كل اللي حاب يشترك معنا كل اللي عليه يعمله يرسل لنا رسالة نصية قصيرة سواء بكلمة استوديو أو بكلمة هدف، أو يقدر يطلع على تفاصيل وأسئلة المسابقة في عن طريق موقع الإلكتروني hadaf.tv.om. نلقاكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. وأذكركم أنه أيضا الفريق الأحمر فاز معنا بهدايا عبارة عن قسائم عشاء مقدمة من سيتي سيزن، ودورات تجميلية ممكن توزعوها من مركز ياسمين للتجميل. مبروك، ومشاهدينا الكرام نلقاكم غدا، دمتم بحفظ الرحمن. إلى اللقاء.